حاخدكم برحلة مفصلة عن كل شيء مريت فيه مع الإسلام بحياتي من لما كنت صغير لحد ما صار عمري 20 سنة. العمر يلي وصلت فيه لقناعة إنه الإسلام هو 100% صناعة بشرية. هذا الكتاب المفروض يكون واضح ومبين، أغلب آياته لا يمكن فهمها أبداً لحتى نطلع خارج القرآن ونقرأ شغلات ومصادر خارج القرآن. وهم ما عم بحكي عن الصعوبة اللغوية، لا، عم بحكي عن المعاني والتفاسير والتسلسل والشرح تبع هاي الآيات، أشياء نحن مستحيل نقدر نفهمها إلا إذا طلعنا خارج القرآن ورينا مصادر خارجية. ومو بس هيك، واجهت صدمة جديدة هون، إنه القرآن مليء بآيات غير منطقية غير علمية وغير أخلاقية. أهم شيء الطريقة الصحيحة في التعامل مع القرآن هي الطريقة اللي اتبعها الصحابة. طيب الصحابة عملوا ايه؟ الصحابة كانوا بيقولوا ان احنا علمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن. شفت بقى، يعني احنا بنبتدي بالقرآن، لكن هو مش دي البداية. البداية الايمان الاول. الاول نتعلم يعني ايمان، ونتعلم ان في ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين كده نبتدي نتعلم القرآن. القرآن ربنا قال لنا عليه في سورة آل عمران في الآية رقم 7، بيتكلم عن القرآن وبيقول لنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني الكتاب اللي هو القرآن فيه آيات محكمة، يعني معروفة الدلالة، مفهومة مش محتاجة تفسير، وأخر متشابهات، حاجات مش هتفهميها خلاص. فهي ربنا سبحانه وتعالى قال لك في حاجه مش تفهميها. ايه الايات المحكمات الموجوده فيه؟ هي ايات العقيده اللي هي بتوصف لك مين ربنا سبحانه وتعالى. طيب هو ربنا بيوصف لنا لنفسه سبحانه وتعالى في القران، يعني لها لازمه ولا ملهاش؟ لا اكيد. ليه؟ عشان تعرفي مين اللي خلقك. طب ودي هتفرق معاكي ايه؟ اه طبعا هتعرفي لما اللي بيكلفك بتكاليف هو مين، يعني هو طيب ولا شرير، هو قوي ولا ضعيف، هو هيقدر عليا ولا مش هيقدر، طب هو جايبني ليه. الأسئلة دي كلها المفروض منطقية تدور في عقلك. فالقرآن لأنه بيحترم عقلك بيخاطبك في القرآن وبيعلمك وبيفهمك هو مين سبحانه وتعالى، وبرضه بيحترمك وبيفهمك أنت مين، بيقولك طبيعتك، خلق الإنسان ضعيف، هلوع، جزوع، يعني بيقولك على طبيعتك، وبيقول لك تعملي ايه في الدنيا، ومطلوب منك ايه، ومطلوب منك ان انت تتفكري، ومطلوب منك ان انت تتعلمي، وبيديكي شويه تعليمات وبيديكي شويه اوامر. فهو كتاب شامل، ما ينفعش ان انا احصره في حاجات معينه. هو كتاب شامل بيخاطب النفس، بيخاطب العقل، بيخاطب القلب، بيخاطب المجتمعات، بيخاطب أولياء الأمور من رئيس دولة أو أمير أو سلطان أو ملك أو مثلا فرد عادي أو أب أو أم. بينظم العلاقة ما بين الناس، بيعرفنا الحدود اللي المفروض نعملها والمفروض نقف عندها، بيعرفنا الخطر فين والصح والغلط، وازاي نعيش حياتنا صح، وعشان ما تضيعش الدنيا هباء علينا والفرصة تروح مننا. فبيدينا أمثلة للأمم السابقة عشان نعتبر منهم. هو رسالة للعلماء ورسالة للعوام، فازاي يحيطون به علما. فما حدش يقدر يحيط بعلم الله أبدا مهما ادانا من العلم. هتلاقي الفقيه يدخل ياخد من القرآن حاجات وفي حاجات تانية ما يفهمهاش، وهتلاقي الطبيب يقرأ القرآن يفهم حاجات محدش غيره يفهمها والهدف ان يؤمن، وهتلاقي العالم، وهتلاقي لما يقرأ القرآن الرسالة اللي ربنا يريد يوصلها له هتوصل له ويفهم وهيوصل للإيمان بيها. فالقرآن إعجازه مش في انك انت تفهميه، إعجازه في انك انت مجرد بس ما بتقرأيه انت بيحصل لك تغيير كده اوتوماتيك، من غير ما تبذلي اي مجهود، مجرد ما هتسمعيه وتقرأيه كل يوم هيحصل تغيير من غير حتى ما تفهمي ولا كلمة. الإعجاز في ألفاظه، بأنها بتقع في القلب، بتعمل زي ما تقولي كده بتخاطب اللاوعي، بتخاطب قلبك كده وانتي مش واعية مجرد ما تقرأي بس كده.
القرآن منزلش علي كهناء، لا منزلش علي كهناء، ولا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد صلى الله عليه وسلم. أمال هو نزل ليه؟ هو نزل لأن هو رسالة عامة لكل البشرية من أول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لغاية يوم القيامة، فهو كتاب لكل الناس دي كلها بكل اختلافهم بكل أنواعهم بكل قدرتهم على الفهم بعلمهم بثقافتهم باختلاف العصور اللي هم هينشأوا فيها ويتولدوا فيها. يعني كده اعتبر القرآن ده كده زي موسوعة، موسوعة هي الموسوعة العلمية بتبقى يعني عبارة عن ايه، جزء كده من علم الفيزياء وجزء من علم التاريخ وجزء في علم الاجتماع وجزء في علم النفس، يعني في زي ما تقولي كده بيخاطب كل الناس ويخاطب كل الاهتمامات. فالقرآن نازل لهدف محدد، وهو ايه؟ وهو تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم اللي كانت غلط وإعطاء صورة حقيقية للدنيا وتعريفك بالله وتعريفك بنفسك وتعليمات لإصلاح الفرد وتعليمات لإصلاح المجتمع وبعض الممنوعات وبعض النواهي. واستخدم ربنا في القرآن أساليب متعددة إن الصورة والفكرة والمعنى يوصلوا. فربنا سبحانه وتعالى استخدم مثلا ألفاظ معينة وكمان تتقال بأسلوب معين، زي مثلا في التجويد بنمد احيانا وبنقصر احيانا وبنقف في حتت معينة وممنوع الوقفة في حتة معينة والصوت ليه تون كده معين، حتى جرس الكلمة نفسه بيبقى ليه وقع في الاسماع والاذان. يعني ألا يعلم من خلق؟ ربنا هو اللي خلقنا، فهو يعلم كيف يؤثر في النفس وكيف يغير في العقل بمنتهى البساطة من غير تعب. يعني أنا عشان أقنعك بفكرة ممكن أقعد لك محاضرة مثلا ساعة عشان أقنعك بفكرة، لا القرآن ممكن يقنعك بكلمة، ممكن يقنعك بآية بس. فالإعجاز اللي في القرآن هو مش كلام عادي، مش كلام لغة عربية، لا القرآن ممكن يهز قلوب الكفار برغم عدم فهمهم للكلام. يعني ابن عباس بيقول إن الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن رق قلبه. يعني شفتي، يعني حد من الكفار الشداد اللي هو غلاظ القلوب لما سمع القرآن رق قلبه. فالقرآن مش مطلوب منك انك انت تفهمي كله، امال ايه المطلوب؟ مطلوب منك انك انت تقرأي. طيب ازاي؟ طب ما هو ربنا في القرآن بيقول تدبروا. لا التدبر مش زي ما انت فاهمة معناه ان انا اعرف معنى كل كلمة. التدبر يعني المعنى، وانت بتقرأي كده اذا في معنى جالك فكري فيه. انا مثلا كنت بقرأ مثلا في قصة سيدنا موسى، فربنا سبحانه وتعالى بعد ما سيدنا موسى حصلت له المعجزة بتاعت شق البحر، بعديها على طول بعد ما بني اسرائيل عبروا البحر عبدوا العجل، فربنا بيقول لهم في القرآن ايه؟ في سورة طه الآية 88، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أنا بقى استغربت من الرد اللي هيجي بعدها، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. أنا يعني هزتني أوي الآية دي، يعني ربنا أنعم على بني إسرائيل ونجاهم من فرعون ونجاهم من هلاك، كان يعني واضح وظاهر، وبعدين يخرجوا يعبدوا العجل وانا اتوقع انها تنزل عليهم صاعقة من السماء، لكن الاقي ربنا بيقول لهم افلا يرون الا يرجع اليهم قولا. هنا التدبر بقى في حاجة زي كده، تتدبري تقولي ايه؟ تقولي يا ده ربنا رحيم قوي بالعباد، يعني شوفي ازاي بيحلم على حليم على عباده، فتتأثري فتحب ربنا أكتر فتحسي بديني برحمته، هو ده التدبر. طيب التدبر اللي بيحصل غلط بقى اليومين دول إيه؟ وهي إعطاء القرآن معاني وتحميل القرآن لمعاني يعني لم يقل بها القرآن بشكل صريح
ولم يقل بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم في ناس كده يعني من كتر ما بيحبوا القرآن بيحبوا ان هم يعني عايزين يدافعوا عن القرآن وانه ليه غامض. لا يا جماعة مش غامض ولا حاجة، ده احنا هنقول لكم على معنى كل حاجة، حتى هنقول لكم على حاجات يعني حتى ربنا ما قالهاش، احنا هنألفها احنا من عندنا. يعني تجبتوها منين؟ لا انا شايفها يعني هي باينة، هي بصوا ايه. فالطريقة دي مش صحيحة، لان هم مش فاهمين ان فكرة انك انت تعرفي كل شيء في القرآن كل كلمة ده مستحيل. اللهم الكتب التفسير لازمتها ايه؟ بصي الكتب التفسير كتير، في اكتر من 100 كتاب في التفسير، بس المعتمد منه والصحيح منه القليل جدا. وافضل كتاب تفسير ممكن تشوفيه يعني او تقرأيه، هما كتابين انا بالنسبة لي هما اللي بعتمدهم، هو الطبري والقرطبي. ليه؟ لانهم بصراحة ناس بتتقي الله، يعني ما فيش حد فيهم بيقول تفسير الآية دي كذا، ما فيش الكلام ده. يعني ما بيقولوش من عندهم، يقول لك مثلا قال فيها عكرمة، قال فيها ابن عباس، واختلف فيها الصحابة، وقال بالرأي ده كذا، وقال فيها سفيان ان معناها كذا. يعني ناقلين للعلم اللي اتقال في أيام الصحابة، هو ده العلم، العلم ما قال الله وقال رسوله. فهي دي كتب التفسير. والله إذا قابلتك حاجة زي كده ودخلت تفتحي كتب التفسير اللي هي من النوع ده، هتلاقي فيها أقوال كتيرة جدا، لكن هتلاقي المختلف فيه مش هينبني عليه عمل، بالنسبة مش هيفرق معاكي حاجة. قرأي كده القرآن كله وطلعي الحاجات اللي انت مش فاهمها، هتلاقيها لا ينبني عليها عمل. ربنا يصلح القلوب ويرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.